وسبعة الساعة سبعة لسه مكمل مع حضراتكم ومساءكم زي الفل. كل اخواتي وكل اصحابي وكل المتواجدين والمتابعين في القناة، سبع طرق تعرف بيهم ان قلبك قادر على الحب والعطاء. طبعا واحد، لما تكون لديك القدرة والطاقة للعطاء لكل اللي حواليك. اتنين، لما يرق قلبك لكل انسان ضعيف او مسكين او محتاج. تلاتة، لما يتسع صدرك للاستماع للاخرين ومساعدتهم لحل مشاكلهم. اربعة، لما تفرح بإسعاد الناس كفرحك بسعادتك الشخصية. خمسة، لما تحب الجمال في الكون والحياة وكل اللي حواليك. ستة، لما تجد نفسك قادر على الرحمة خاصة مع المرأة. سبعة، لما تقدر مشاعر الناس وعندما تزيد مساحة الإنسانية في حياتك. بكده نكون كملنا السبع خطوات النهاردة مع التوربيني FM.